لا يزال اليمنيون صامدين متمسكين بدينهم وبسنة نبيهم صلوات الله عليه وسلامه، مسابقة في السيرة المباركة للرسول محمد صلوات الله عليه وسلامه ونمو حياته ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. اليوم بناتنا يبكين وينزلن الدموع من أعينهن وهن يستعرضن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رسالة نحن نوجهها إلى القاصي والداني على أننا لن نحتفل بيوم واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بكل لحظة وثانية سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ماش في دربنا ونجده متمثلا لنا في كل لحظة. وقد شارك في المسابقة عدد من مدارس المحافظة، وبعد خوض مراحل المسابقة في جانب الحفظ والإلقاء فازت مدرسة وفاء إدريس بالمركز الأول، تلاها بالمركز الثاني مجمع السعيد التربوي، وفي المركز الثالث مدرسة عائشة. استفدنا أولا حبنا لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، جعلنا نفهم سيرة رسولنا الكريم وحبنا له وتطبيقا لمبادئ الإسلام، وأبلغ رسالتي لكافة المجتمع أن سيرة رسولنا الكريم لم تنتهي وأنها باقية. الشيء الثاني أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن حفظا وإنما أعمالا ثم يتبعها الأقوال، ولكن هذا العمل كان لوجه الله تعالى ولنشر رسالة إلى الغرب بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم ولن تنطفي إلا يوم القيامة. وفي الختام كرم المشاركون في المسابقة وسط أجواء من الفرحة والبهجة، وقد أكد المشاركون أنهم ماضون في سلهام سيرة نبينا الأعظم عليه وعلى آله الصلاة والسلام في كل مراحل حياته المباركة. كلما اشتدت وطأة الحرب والمحاصرة، كلما بعث الله تعالى جيلا يرفعون من قدره ويظهرون معالم سيرته. إنها إرادة الله، إنها مشيئة الله، إنه أمر الله، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وبدورها أوضحت اللجنة المنظمة للمسابقة أنهم يسعون إلى أن تكون هذه المسابقة في جميع مدارس المحافظة، وأن تشمل العديد من المواضيع الأخرى كالحديث والفقه، وأنها لن تقتصر على جانب الطالبات فقط. لكن هذه المسابقة وهذا المهرجان إن شاء الله سينتشر إلى جميع مدارس المحافظة، وخطتنا أن يكون ذلك إلى جميع أنحاء الجمهورية اليمنية. الإسلام دين السلام، وسيرته صلوات الله عليه وسلامه سيمضي بها اليمني المؤمن بربه وبنصر الله القريب على المعتدين الذين أرادوا الخراب لليمن وشعبه. على حليس، قناة اليمن، محافظة إب.